لكي نقول احنا على انه يجب ان الحكومه في هذه اللحظه اللي كنعيشوا هذه الازمه واللي كنتمناو على ان هذه الازمه تكون فقط ازمه عابره، كنتمناو من الحكومه على ان تفتح اوراش جديده. هذه الاوراش ليست فقط في مستوى الاوراش اللي دايرين دابا، لا، خاصة ديال اوراش اخرى تدعم فيها الطبقه الهشه والطبقه الفقيره في المغرب، وفي بعض الاحيان ترجع حتى الدعم المباشر للاسر، لانه اذا استمرت هذه الوضعيه ستتازم الوضعيه اكثر. ونبداو الاخوات والاخوان الحروب ديال الفيسبوك، ارحل ارحل ارحل، الا كان شي حد عنده بديل ديال شي حاجه حقيقيه حطوا البدائل الحقيقيه اللي يمكن الحكومه تمشي فيها، ماشي شعارات فقط ديال الرحل او ديال الغلاء، نحن ضد الغلاء، ولكن شعارات جوفاء واللي فيها الانونيما ما كنعرفو كاع شكون دايرها. انا اعتقد بان احنا كمسؤولين هذا الشيء لا يخدم الوطن، ولكن خاص يكون خطابنا صريح ايضا، وصراحة خطاباتنا خاصة تكون في بياناتنا وتكون واقعة باتحاد عام شغل المغرب، كلاش تخباو. هذا ما يجري حاليا في الساحة ويضر كثيرا حتى بالاستقرار الاقتصادي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.